أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهيرة ونبدأها بالعناوين. وزير التعليم العالي ينفي رفع معدلات القبول أو حذف أي تخصص جامعي، ويعلن عن إلغاء الطعون واستبدالها بالفرصة الثانية في التسجيلات. السيدة ياسمين تتحصل على شهادة البكالوريا في 57 من عمرها بعد انقطاع عن الدراسة استغرق 42 سنة. مصنع سوزوكي لتركيب السيارات بصعيدة أكثر من 44 ألف سيارة سنوياً وحركية استثمارية في منطقة الهضاب العليا. وفي الأخبار الدولية، اليونان تستيقظ على أخبار الوفيات والمفقودين بعد أسبوع من الحرائق الأكثر انتشاراً في تاريخها. أهلا بكم. يفصل حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم الخميس في موقفه من مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها حركة مجتمع السلم على أعضاء الهيئة الرئاسية للحزب الاثنين الماضي بمقرها الوطني. وأفاد الأمين العام الوطني الأول للفافهس محمد حاجيلاني بأن هناك عملا كبيرا يتم حاليا على مستوى قيادة الحزب في إطار مناقشة فحوى المبادرة وأبعادها على أن يتم الفصل فيها نهائيا اليوم الخميس. في ذات السياق، وبعد لقاء الأفلام بحمص، من المنتظر أن يستقبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى حركة مجتمع السلم الأحد المقبل. وحسب رأي بعض القياديين في الحزب، فإن الأرندي سيحاول احتواء المبادرة بالشكل الذي قد يمهد لعودة الإسلاميين للجهاز التنفيذي. المتابعة لإسمهان عسلي. الأرندي يخلف الأفلان في مبادرة حمص، فثاني أحزاب الموالاة في خطة احتواء المبادرة، وربما ضم حركة مجتمع السلم للحكومة من جديد على أساس توافقات تخص رئاسية 2019. إن شاء الله تكون في الخير، والتجمع الوطني الديمقراطي استقبلتها وراح يستقبل على مستوى مقر التجمع الوطني الديمقراطي، راح تكون ربما إيجابية، لأن حتى أن أحمد أويحيى ربما في عودة الأخيرة كان قدم حتى هو أيضا مبادرة، ولكن المبادرة هذه لم تستمر. نتمنى إن شاء الله المبادرة هذه، لأن فعلا هذا الوقت حان الوقت لأن تكون هذه المبادرات اللي تخدم أولاً الأمور السياسية، الأمور الاقتصادية، وتكون عندنا نظرة استشراف. فهل يكون لقاء الأحد المقبل بين أويحيى ومقري موعداً للتفاهم على تقاسم الغنائم ما بعد رئاسية 2019؟ انتخابات رئاسية على الأبواب، والانتخابات مجلس الأمة على الأبواب، ربما على حوالي 14، هذا يكون فيه نظرة جديدة، ربما تكون تنبثق حكومة جديدة، ائتلاف، ربما يتوسع الائتلاف الحكومي حتى إلى حركة حمص اللي تمثل التيار الإسلامي، وهذا شيء يعني معروف يعني عند مناضلين حماس. حتى العودة تاعها راح تكون أنا نظرتي أنا كمناضل وليس كقيادي في الحزب، نشوف باللي العودة تاعها ممكن تكون إيجابية. بعدما انفرطت حلقات عقد المعارضة حمص في الدور الثاني للبحث عن مراتب التموقع داخل السلطة. في موضوع آخر، نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار رفع المعدلات للالتحاق ببعض المعاهد والكليات خلال الموسم الجامعي المقبل. وأكد حجار خلال تنشيطه للندوة الوطنية للجامعات بمقر الوزارة مساء البارحة أن الوزارة لن تحذف أي تخصص من الجامعة حسب ما يروج له. من أين جاء هؤلاء الناس بهذه المعلومات بأننا رفعنا في معدلات وأننا ألغينا بعض التخصصات؟ هذا غير صحيح. يعني حتى أنتم الواحد يخدم مخه، هل يعقل أنه دولة من دول أن تلغي التعليم في الانفورماتيك؟ سيولوجي. ولهذا دلنا الحد الأدنى للمشاركة في الترتيب هي 15 كما العام اللي فات. بالنسبة للسيونس ميديكال اي كومبري لا فارماسي اي لا شيريجي دونتير. بالنسبة لليبو لأنها وطنية عندها المعدل 15. بالنسبة للأقسام تاع لارشيتكتور اللي موجودين في الجامعات الأخرى، المعدل المشاركة المطلوب هو 14.
بالنسبة للبيطرة، بالنسبة للوطنية وحدات على الحراش 14، والأخرين لهما كل 14 صافي. الله سيونس بوليتيك الجامعات، لأنه عندنا في الجامعات وعندنا ليكول دي سيونس بوليتيك ليكول وي. بالنسبة للجامعات 11، المدرسة تاع العلوم السياسية 13. بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة بناء لأنه الطلب نقص شوية ولات 14.5. هذا وكشف الوزير عن المحافظة على الرغبات الأربع وإلغاء مرحلة الطاعون والتي ستستبدل بمنح الطالب فرصة ثانية في التسجيل لكن بشروط. المتابعة لمصطفى زياتين دائما. مرحلة الطاعون التي كانت ترهق الطالب قد تم إلغاؤها لعدم جدواها، واستبدلت بمنح الطالب فرصة ثانية للتسجيل الأولي على نمط المرحلة السابقة للتسجيل، وذلك بالنسبة للحالات الخاصة التي حددها المنشور في 3 حالات، وهي عدم الحصول على أي اختيار من الاختيارات الأربعة، الإخفاق في المقابلة الشفوية بالنسبة لبعض التخصصات مثل الرياضة والمدارس العليا للأساتذة، رغبة المترشح الحاصل على الاختيار الرابع عندما لا يرضى بالاختيار الرابع الذي وجه إليه. لم تثنها سنوات عمرها 57 ولا انقطاعها عن الدراسة لمدة 42 سنة عن الحصول على شهادة البكالوريا، وهو حلم ظل يراودها منذ الطفولة، هي السيدة ياسمينة باللاباسي. بكالوريا هذه نتيجة ثمرة جهد تاع 42 سنة، منذ 42 سنة من سنة 76 وانا نقرأ ونجاهد ونثابر لأجل نيل شهادة البكالوريا لدخولي للجامعة. شكر فضل الوالد العزيز المرحوم الله يرحمه وينعمه في الجنة، زوجي العزيز والمحترم هو ساعدني كثير وتنزل لي على يسر حقوقه، وربما أحيانا يتعرض حتى للإهمال من جهتي وانا مهتمة بالبكالوريا. وشكر بنتي العزيزة. خر كبير انها ماما انها ادت الباك في هذا العمر، كنت متأكدة انها باش تدي الباك لانها كانت مثابرة ومناضلة في القراية بجد. 94 ملي عرفت السيدة زوجتي باللاباسي ياسمينة وهي في القراية، كانت تروح البسكرة تقرأ على طريق المراسلة، وانا نضحك عليه نقولها يا ودي زيك من الغرايه واش ديري بالغرايه. ندخل بعد اطلاع على النتائج، راني نتمنى حابه ندخل لغات واللغه الانجليزيه. كل التوفيق للسيده ياسمينة. اذا نواصل النشره، وحيث شرع اليوم وزير النقل والاشغال العموميه في زياره ميدانيه الى ولايه الجزائر العاصمه مرفوقا بوالي العاصمه عبد القادر زوخ. زيارة الوزير عبد الغني زعلان خصصت للاطلاع على مدى تقدم أشغال ازدواجية طرق عدة محاور في العاصمة ومحطات نقل سيما المترو والترامواي. في موضوع آخر، قامت مديرية الأشغال العمومية لولاية بجاية بتسليم الشطر الأول من مشروع عصرانة وتحديث منعرجة خراطة، ويمتد هذا الشطر على مسافة 1.4 كيلومتر، وينتظر من المؤسسة التركية القائمة على الأشغال استكمال ما تبقى من المشروع والذي حددت آجاله أواخر سنة 2019. Donc tous les gorges de Kharata, c'est un projet qui est très important quand même, avec même de vue de son montant qui est colossal, qui est de 12 milliards de dinars actuellement. Donc le projet en question est constitué de 3 projets. Le premier projet c'est les tunnels, donc dont on a achevé le premier tunnel qui est derrière nous. Le deuxième projet c'est des ouvrages d'art qui font pratiquement plus de 4 km, donc plus de 4000 mètres linéaires d'ouvrages d'art entre pont et semi-pont et estacade. Le troisième projet donc c'est le revêtement Kemel de tout le tronçon qui est de 7,5 km. Donc du coup, Kemel, c'est un projet qui est assez important et qui est très attendu par la population parce qu'il constitue vraiment un point critique, un point singulier, la route nationale numéro 9 qui relie les hauts plateaux et Béjaïa. يقطن بالحي القصدري سواشات التابع إداريا لبلدية أرويبة حوالي 150 ساكنا يعيشون في ظروف مزرية وصعبة. نتابع في هذا التقرير. معيشة على هامش الحياة،
ظروف مزرية ومعاناة يومية بحي صوشات القزديري التابع إداريا لبلدية رويبة. هم حوالي 150 ساكنا سائم الوعود، وهم بحاجة لسكن لائق يتخذونه قبرا في الدنيا. 5 دراجة وبابهم على 7 في هذه الغرفة، هذه الكوزينة صغيرة، ما عندناش الماء، تيليسيتي في الشتاء ما كاينش، الشتاء ديرنا حالة ضيق، ولادي ما مش حابين يقعدوا لي، ديجا ما حابين يهربوا لي. على 4 تاع الصباح في السبيطار، ما عندناش وقت، على الزوج تاع النهار، على تاع الليل، على الوحدة، مي با الطريق ماشي مسقمة باش ندو، سبيطار بعيد، ما نجم نوصلوا ليه حتى ولادنا يموتوا. عندي 15 سنة وأنا لهنا في هذه الوضعية. ولادي كاع هم مرض، هم الوراق ديالهم، هاني نجيب الزلم عند نتبع لهم، واحد الكبير عند بسيكولوج، بزاف علينا ما قدرناش، دوكا حنايا النهار اللي راهو يروح علينا وينقص من حياتنا، هذه ماهيش معيشة، نشربوا المحاشك مخلط مع الروكارة، بزاف علينا، ولادي كامل راهم مرض، دوك نداوي الدراري ولا نعيشهم. الهواء تاع سخانة علينا، الناموس لينا، الشتا علينا. آهات وآلام الحي القزديري بالصوشات بحاجة لمسؤولين ذوي ضمير حي ينهي عنهم معاناة 15 سنة في القزديري. بعد رحلة دامت 10 سنوات من التربصات والتكوين وتبادل الخبرات بين الجزائر والبرازيل، سينطلق التعاون الثنائي بين البلدين من خلال المدرسة النموذجية للنحت على الأحجار الكريمة بولاية تمرست، والتي تعد استثمارا مهما في سبيل النهوض بعدة قطاعات في المنطقة. المتابعة في هذا الموضوع. أزيد من 60 صنفا من الأحجار الكريمة الثرية بمعادن نادرة ستكون بمثابة ورشة عمل للنحت عليها واكتشاف قيمتها بشراكة مع دولة البرازيل بعد إنشاء أول مدرسة نموذجية لهذا النوع من الدراسات قبل 4 سنوات. مشاركتنا في هذا المشروع تعد حافزاً مهماً لدولة البرازيل، ونعتقد أننا حققنا كل الأهداف التي تهم هذا المشروع. توجد بعض التحديات التي لا يمكن أن نتجاوزها لوحدنا، طلبنا من الطرف البرازيلي أن يرافقنا فيها، لا سيما فيما يتعلق بتحديد نوعية الأحجار الكريمة وتحديد الإطار التنظيمي لإنتاج وتسويق هذه الأحجار. تكوين كفاءات جزائرية تحت إشراف خبراء برازيليين تعود بالفائدة على المؤسسات الجزائرية في تمكينها من الاستثمار دون الاستعانة بالأجانب. كونا بقرابة فيما يخص القسم نتاعي، كونا قرابة ما يخص 12 شخص، ورانا درنا آخر سبيسياليتي في هذا التكوين، وهو إنشاء تعاونية. عندنا أهداف لتطوير هذه الصناعة التقليدية باش ننافسوا بها العالمية إن شاء الله، والرقي بالصناعة التقليدية نتاعنا بإذن الله تعالى. هي فرصة لاكتشاف المخزون الطبيعي الذي يملكه الجنوب الجزائري، وفي سبيل آخر يضاف إلى تنويع مصادر الاقتصاد في الجزائر. مشروع استثماري هام في ولاية سعيدة، مصنع لمجمع تحكوت سيستثمر في تركيب علامة سوزوكي اليابانية، وسيوفر 500 منصب شغل لأبناء الولاية ويرفع منطقة إنتاج السيارات في الجزائر أكثر. المتابعة في هذا التقرير. أول سيارة سوزوكي اليابانية من نوع آلتو بداية من الدخول الاجتماعي المقبل، ومرحلة يرسمها مجمع تحكوت لتركيب السيارات لأحد أكبر المشاريع الاستثمارية في منطقة الهضاب، بقدرة إنتاجية ستبلغ خلال السنة إلى أكثر من 44 ألف سيارة. avec deux une capacité de deux véhicules et une capacité annuelle de 15000 unités par an qui va s'étendre jusqu'à 60000 unités par an. Inch'Allah بداية من العودة الرتور à la rentrée sociale inch'Allah on va faire le lancement officiel de l'usine. 21 مصنعا لتركيب علامة سوزوكي عبر العالم المتواجدة في 124 دولة. كما سيعمل مجمع تحكوت رفقة علامة سوزوكي على تطوير شبكة مناولة صناعية لقطع الغيار حول مصنع سوزوكي بولاية سعيدة، مما سيساهم في تعزيز نسبة الأدماج في المصنع، ما يتطابق لما تخططه الاستراتيجية المرسومة من طرف الحكومة في هذا المجال. استثمارة استحسنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي عقب زيارته الأخيرة لمصنع سوزوكي في ولاية سعيدة. افخار بالنسبة لهذه المنطقة، لهذه الولاية ولاية سعيدة،
ولكن أكثر من هذا هو هذه التحفيزات الكبيرة اللي أقرتها الدولة الجزائرية وبرنامج سيد رئيس الجمهورية بالنسبة لمنطقة الهضاب العليا، وهي في حاجة ماسة من منطلق هذه التحفيزات. فهذا يشجع أولا على إعطاء هذه الحركية الاستثمارية والاقتصادية لولاية مثل ولاية سعيدة، وكذلك يعطي الأجوبة العملية على المشكل الأساس اللي هو مشكل التشغيل. هذا وستطرح علامة سوزوكي رفقة مجمع تحكو ثلاثة نماذج سياحية في السوق الجزائرية، على رأسها النموذج الأكبر طلبا سيارة ألتو. في الشأن الفني، قال مغني الجناوة مزيغ كاتب إنه متمسك بآرائه ومواقفه والتي تحظى بانتقادات شديدة. وكاتب دعا محبيه في ندوة صحفية للحضور بقوة للحفل الذي سيحييه مساء اليوم بمسرح الهواء الطلق بالعاصمة. Mais la première des fois que j'ai, c'est la liberté. Je veux que les gens vivent libres. Et je peux te dire qu'à chaque fois que je descends, Fidzer ou Djani Kalbi, quand je vois les gens qui ont fait cette Algérie, et comment elle est en train de devenir, et comment on régresse, et comment on n'a plus de repères, ben ça me fait mal au cœur. J'espère que les gens seront nombreux demain. J'espère qu'il y aura un beau public, comme d'habitude d'ailleurs, parce qu'en général, c'est un beau public, Alger. Je pense que peut-être une des plus grandes raisons pour moi de faire des concerts, c'est pour que la jeunesse se rencontre. انطلقت فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي في طبعته 11 والذي حمل شعار نعيش معا في سلام. هذه الطبعة التي شهدت حضور نخبة كبيرة من الفنانين العالميين والذين أثنوا بدورهم على شعار هذا المهرجان والذي عرف انتقادات كبيرة قبل انطلاق هذه الطبعة. اليوم شفنا يعني تنظيم جيد، الاستقبال كان حار جدا، يعني والله انا اليوم تفاجات، يعني شيء فرحني كثير، وشني نتمنى انه تبقى لي الطاقه باش نبقى في الميدان الفني، يعني نبقى نشرف، لان بديت شويه يطيح لي المورال، راني بديت شويه ركره. النهار تاع اليوم انا فرحان لاني اول شيء من مدينه وهران، وهذا عرس سينمائي وهراني وجزائري وعربي. انا واحد من الناس فرحان بزاف كي نشوف شارع العربي بمهيدي فيها طابي روج والفنانين والجمهور، وانتم الصحافه كلكم حاضرين. هذا عرس كبير، ما نقدرش ما نكونش فرحان، ونتمنى هذا المهرجان يطول ويزيد يتطور اكثر، ونتمنى له كل توفيق. عايزين العالم العربي يعيش في امن وسلام واستقرار، عايزين نبقى واعيين وصحيين في مؤامرات بتدبر لينا لتدمير الامه العربيه. دوك حتى في بيوتنا راهي شويه خلوطه، حنا نتمناو يعني يكون السلام يعم في العالم كله ان شاء الله. نقبلوا بعضنا رغم كل اختلافاتنا اللي تنجم تكون، يعني مهما كان مأتاها يعني الاختلافات، هذا شنو نحبوا للعالم الكل يعني. Le vivre ensemble, je pense que c'est un slogan que déjà je porte moi-même dans mon spectacle. Je dis souvent si on peut rire ensemble, c'est qu'on peut vivre ensemble. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق اليونان والتي اندلعت منذ الاثنين الماضي إلى 81 قتيلا، وهو ما يفوق 100 جريح. الحرائق التي ألهبت مدينة ماتي يصفها اليونانيون بالأكثر دموية. التقرير لأحلام مغزوس. وصفت الصحيفة لينا سبيروبولو اليونانية مدينة ماتيا التي تعرضت للحرائق قائلة: تبدو وكأنها منطقة حرب بعد حرق هائل. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق في محيط العاصمة اليونانية أثينا إلى 81 قتيلا على الأقل، إضافة إلى 187 جريحا وفق آخر حصيلة رسمية. وما تزال عملية البحث مستمرة وسط خشية السلطات من وجود ضحايا آخرين ومفقودين، خاصة من المسنين. ووصل رجال الإطفاء عمليات البحث عن الأشخاص العالقين في بيوت أو سيارات متفحمة في محيط منتجعي ماتيا ورافينا شرق أثينا اللذين اجتاحتهما الحرائق. وقد وصلت الكارثة التي وصفتها وسائل الإعلام اليونانية بأنها مأساة وطنية منتصف الأسبوع، حيث انتشرت ألسنة لهب الحريق الذي اندلع على جبل قريب من بانديلي وأججته رياح بلغت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة،
واجتاحت ماتيا التي تبعد 40 كيلومتر عن أثينا وأحرقت مئات المنازل. هذه الحرائق يصفها العديد بالأكثر دموية في اليونان منذ عقود. إلى الرياضة الآن وإلى فعاليات دورة الألعاب الإفريقية للشباب، حيث أقصي المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 15 سنة من المنافسة عقب انهزامه أمام المنتخب النيجيري بنتيجة 2-0 في المباراة التي احتضنها ملعب 20 أوت بالعاصمة. وكان المنتخب الجزائري قد أنهى مشواره في دور المجموعات في المرتبة الثانية، بينما انفرد منتخب الكاميرون بالصدارة بنفس عدد النقاط لكن بفارق الأهداف. وفي مباراة أخرى حجز المنتخب المغربي مقعدا له في النهائي عقب تغلبه على المنتخب الكاميروني بهدفين لواحد. هذا وستلعب المقابلة النهائية يوم الجمعة القادمة على الساعة 6:00 مساء بملعب 20 أوت. التصريحات في ميكروفون معد نمرودي. الحمد لله، يعني ما الخسارة ما نحشموش بها، ما علينا إلا استخراج وقيام بحوصلة لتعطينا إن شاء الله أمور إيجابية في المستقبل. يعني بنكونوا صريحين، المدرب أعطانا لي كونسي، حنا ما طبقناهمش كاع وما درناش بزاف لي زاكسيو، وهما لعبوا خير منا وربحوا. والله كيما درت من هيك كان دخلناش هذه المباراه بيان كونسونطري كيما العاده، وين طولنا باش حكمنا بلايصنا من ماركاو لنا دو بيت تما زدنا فشلنا شويه. The game is fantastic. We are playing host and as such we have to go all over our strategy. And if you watch our strategy pays. At the last game, we put two players that are fast to run the defense of Algeria, and that's how we got the goal. إذن مشاهدينا، أخبارنا المحلية مع المتألق في القسم المحلي أحمد كسراوي، إليك الخط. أهلا بك ضياء الدين زيرا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تفاصيل المحلية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا. البداية من ولاية وهران، حيث شهد حي علي بوملاح ببلاطو انهيار كامل لبناية متكونة من 3 طوابق والتي تعود للحقبة الاستعمارية. البناية متواجدة بمحاذاة محطة السكة الحديدية، وسبب يعود إلى سقوط أو سبب السقوط يعود للأشغال التي تقوم بها إحدى المؤسسات الخاصة بالبناء داخل المحطة. وعلى إثر هذه الحادثة تدخلت مباشرة مصالح والدائرة للتكفل بهذه العائلات، معلنة عن ترحيلهم للقطب العمراني وادي تليلات، وهذا ما رفضه السكان جملة وتفصيلا. التصريحات في ميكروفون ياسين حسين. عمارة طاحت على 8 قل ربع، جات السلطات العليا قعدوا يقولوا لنا شحال كاين من جار، قلنا لهم كاين 20 جار. هذا الإمام باش طاح بهذه لاكار جديده سموها كوراديا، بناوها حدانا بلي طرافو طاحت بلي رانا في الدونج. انا كنت راكده في الامان تاع ربي انا وولادي في الدار، صباح مين داروا ديك البوكله كي زنزله خرجت لهم بلا ما نعبه، قلت لهم حبسوا بيت رحلونا في بالقايد، رحلونا في كاناستر كيما داو كاع الناس. حنا هذا ماشي فوضوي، هذا فيه لي زاكت، هذا اكتينغ، هذا كل دار عندها عقد. مباشره بعد انتهاء الى علمنا خبر انهيار هذه العماره، وبامر من السيد ولي الولايه تنقلنا الى عين المكان اين عينا الخسائر المسجله، وتم التكفل ب 13 عائله القاطنه بهذا الحي على مستوى القطب الحضاري بواد تليلات. تم ابلاغهم واتخذت جميع الاجراءات لاسكانهم بمعيه ديوان الترقيه والتسيير العقاري، كما تم ايداع شكوى ضد المؤسسه التي قامت بالاشغال والمتسببه في هذا الانهيار. وفي الجبهة الاجتماعية أيضا، خرج العشرات من سكان بلدية بين الويدان بولاية سكيكدا في حركة احتجاجية أقدموا من خلالها على قطع الطريق الوطني الرابط بين سكيكدا وجيجل باستعمال الحجارة وإشعال العجلات المطاطية، احتجاجا على قرار منح حصة 20 مسكنا اجتماعيا لفائدة ضحايا الإرهاب دون سواهم، مما أثار غضب المحتجين الذين طلبوا والي الولاية بالعدول عن قرارها. التغطية كانت للزميل سعد زكاري.
نطالب معالي وزير الداخلية والوزير الأول بإلغاء قرار الوالي القاضي بحرمان سكان بلدية بالويدان من السكن الاجتماعي وتحويله إلى فئات أخرى، مع العلم أن هذه البلدية لم تستفيد منذ مدة من السكن الاجتماعي ولها الكثير من المواطنين محرومين ويعانون من أزمة السكن. واحد ساكن في شمبرة، واحد ساكن في كوري، واحد ساكن لهوالك في ديار مع بالاجتماعي في كراجات، ونطالبوا حتى البناء الريفي، البناء الريفي ويتعاود. يديو 4% تاعهم ما يمدلهمش 20%، ما يمدلهمش 20 دار، وحنا كاين حتى اللي ساكن في كراج هنا. ولكن حنا نشوفوا ديما الوضعيه المزريه تاع الناس، شوفوا الوضعيه المزريه. اذا كان هذا قرار جاء من فوق، قرار اللي حنا ما نقدروش نعلموا به او ما نقدروش ندخلوا فيه، لان صفتنا او مكانتنا ما تسمحلناش باش ندخلوا في امور خطيره. نطلب من هاد الناس يتعقلوا ان شاء الله، والخير راهو كاين، وبربي ان شاء الله نساعدوهم، الخير راهو كاين ونساعدوهم. وفي موضوع ذي صلة، خرج عمال شركة الجنوب الغربي للبناء بوحدة ولاية البيض في وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة، مطالبين بدفع أجورهم التي لم يستلموها منذ 14 شهرا. المحتجون أكدوا أن الوضعية أزمت حياتهم الاجتماعية وعجزوا عن توفير مختلف الحاجيات المنزلية. ميكروفون محمد بن هركال. أنا راه عندي زوج أولاد، راه موينا واحد محروق وواحد راه معوقة، ما لقيناش ما نفوتوا عليه، كي نديروا لها احنا؟ دروك اليوم لحقت لنا الكروشنا، ماهوش حتى نروحوا للسبيطار ولا الحي، راهو السبيطار نضلوا نطلبوا. والناس قالك قد لا تبات بلا عشاء، ماهيش لاقيه وين تسكن، ضاعكينها من الكريه، خرجينها من السبيطارات، هي هذا. واليوم يتمشى يتكلم لك المدير العام المسؤول في صوباتي الاول، يقول لك انا انت يا خويا ما على بالي حتى بحاجه. راسلنا المسؤولين، درنا محاضر مع البرلمانيين، مع رئيس المجلس الشعبي الولائي، مع رئيس البلديه، مع المدير العام صوباتي. بصح كلش بقى حبر على ورق والوعود الوهمية، احنا ماناش باقين ذروك مسكينات، احنا لازم يشوفون لنا حل. في موضوع آخر، استقبلت مصالح والاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف بولاية ورقلة أكثر من 25 حالة أصيبت بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة عشاء في حفل زفاف. حالة التسمم كانت تختلف من بسيطة إلى متوسطة. المصالح الاستشفائية وفرت جميع الإمكانات لتتكفل بالمصابين، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب. في موضوع آخر، تحت الشعار معا من أجل صيف بدون حوادث، أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو حملة تحسيسية لفائدة مستعملي الطريق، وذلك من شاطئ أو من شواطئ تكزيرت، حيث تم توزيع مطويات وتقديم نصائح من أجل سياقة سليمة وآمنة. ميكروفون عمر حمامشي. سلطة لجهود القيادة المتعلقة بالحملة التحسيسية الموجهة لمستعملي الطريق من أجل الأمن وسلامة المواطنين، نظمت قيادة الدرك الوطني حملة تحسيسية خلال الفترة الممتدة بين 25 جويلية 2018 إلى غاية 20 أوت 2018، وهذا تحت شعار معا من أجل صيف بدون حوادث. وتنفيذا لتعليمات القيادة، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو حملة تحسيسية عبر كامل إقليم المجموعة، وهذا بمشاركة جميع الفاعلين في ميدان أمن الطرقات. هذه الحملة موجهة أساسا لفائدة مستعملي الطريق من أجل توعيتهم بمدى المخاطر الناجمة عن حوادث المرور، وكذا من أجل نشر ثقافة مرورية سليمة قوامها احترام قانون المرور. بحلول موسم الاصطياف وكالعادة، تتأهب كل الأفواج الكشفية عبر الوطن لتمضية مخيماتهم عبر السواحل الجزائرية، وكل مخيم يقصد وجهته المعهودة أو يكتشف أخرى. جمعية قدماء الكشف الإسلامية لولاية الصيف اختارت هذه الصائفة شواطئ بومرداس. نتابع التقرير الذي أعده عمر حاجي بصوت محمد بن عبدالله. في توأمة كشفية بين فوجي الشروق لعين والمانة والوفاء للعلمة، تم تنظيم مخيم كشفي صيفي ببومرداس تحت إشراف وتعطيل جمعية قدماء الكشفة الإسلامية لمحافظة الصيف. المخيم كان فرصة للأشبال والجوالة لاكتشاف بومرداس الساحرة والتمتع بأروع مخيم صيفي. احنا اليوم رانا هنا بصفتنا مقيمين هنا في ولاية بومرداس المذيفة في مخيم صيفي للتوأمة بين فوج الشروق لبلدية عين والمان
وفوج الوفاء لبلدية العلماء، طبعا محافظة ولاية سطيف لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية. بالفعل بومرداس معروفة عند الجميع، عجبتنا حوايج في أمور كثيرة بزاف، خاصة من ناحية الاستقبال، من ناحية المعاملة مع الإداريين، من ناحية المواطنين هنا. جبنا ثراري هنايا باك يترفهوا يتمتعوا، راه مزيان الله يبارك كما راك تشوف. صح عجبتني البلاصة اللي هنا، ربي يبارك الله غايلاق، الناس محترمين واستحافظوا بينا صح صح يعني. الله غنقدروا شكرا ان شاء الله. مدينة بومرداس قامت بينا واستحافظت بينا، والبحر روعة ودون لجو الله يبارك. انا نجيو لهنا كل يوم العشية وصباح وانا نتمتعوا. اشبال الكشافة الاسلامية الجزائرية يزورون شواطئ عديدة كل سنة، يستفيدون ويتمتعون، زيادة على انهم يغرسون ثقافة المواطنة والنظام لدرجة انهم يلفتون الانتباه. وفي الختام الأواني الفخارية بأم البواقي، عبق عادات وتقاليد الشاوية على مر العصور والأزمنة، فلا تجد زائر إلا وبيده تذكار لترسيخ ما صنعه الأسلاف. روبورتاج مهدي بوبك. هنا بمدخل بلدية سيغوس تعرض العديد من المنتجات التقليدية التي تلقى إقبالا متزامنا مع اختلاف المناسبات والفصول، وهو ما يميز ثراء المنطقة بهكذا صناعات وحرف تقليدية. وحنا نشوفوا في افتخارة هذه مع لومبورطاسيون بدا ينقار شوية، تسمى نبغاو نشجعوا هذا الحرف هذه، يجيبهم هكا ونقولوا يجيبوا يزوروا الجزائر ولا حاجة ويعديوا ويعجبوهم التراث نتاعنا والتقاليد نتاعنا هذا، يحبسوا يشريوا علينا نورمال لهنا. الموجود هنا مرغوب فيه سواء من الزوار الجزائريين أو السياح الأجانب، والمكان الذي تعرض منه السلع ومختلف الخدمات التي ترمز لتاريخ مناطق عديدة من الوطن سهل الوصول إليه. شت المحل شت جبذني أنا التراث تاع الوطني هذا، مازال نحس في روحي باللي راني عايش تاع التراث صح. هذه وما مطوع عجبوني كل أواني هذو كل الله يبارك. الأواني الفخارية والطاجين رسم فني لتاريخ الشاوية وامتداد لتاريخ الجزائر الثري المقتبس من عادات وتقاليد تنتظر دفعة نوعية من طرف السلطات المعنية لوضع المبدعين والمحافظين على الإرث في زاوية الإنتاج والإنتاجية. الصور مشاهدين نطوي أوراق المحلية. عودة إليك ضياء الدين. شكرا جزيلا لك أحمد، يعني كانت أواني جميلة في التقرير. نعم، وبإذن الله سنذهب معا لاقتناء بعض منها. شكرا. إذن مشاهدينا لهنا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير التعليم العالي ينفي رفع معدلات القبول أو حذف أي تخصص جامعي، ويعلن عن إلغاء الطعون واستبدالها بالفرصة الثانية في التسجيلات. السيدة ياسمينة تتحصل على شهادة البكالوريا في 57 من عمرها بعد انقطاع عن الدراسة استغرق 42 سنة. مصنع سوزوكي لتركيب السيارات بسعيدة أكثر من 44 ألف سيارة سنوياً وحركية استثمارية في منطقة الهضاب العليا. وفي الأخبار الدولية، اليونان تستيقظ على أخبار الوفيات والمفقودين بعد أسبوع من الحرائق الأكثر انتشاراً في تاريخها. إلى هنا نصل إلى الختام. بقية الأخبار تتابعونها عبر الموقع الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.